اكيد اكيد ما تخبين شيء. متاكده؟ هي زودك يلا روحي. تعالي تعالي يلا بسرعه تعالي تعالي يلا. وقبل ما نبدا هذا الفيديو وصلنا مليون لايك ويلا نبدا. بس يردك كان بيشتري حلويات. يا بنت يا بنت يا بنت بسم الله. شوفيك انا خايفه. ها لا تخافي لا تخافي. شو تبين؟ خليك هاديه. كيف تبيني اساعدك؟ بليز خبيني انا اخاف اشوف الناس. خبيني. ليش تخافين من الناس؟ انت خبيني وبس ولا تسالين. الله يخليك ساعديني بسرعه. اساعدها؟ لازم اساعدها. ما بهتم لو كانت زينة او لا. مساعدة الناس هي اهم. اوكي اوكي. اساعد ان شاء الله. هذه لولو تعالي تعالي. ها هذه لولو يد. تعالي تعالي تعالي. بخبيك هني. ها ايش فيها دنا اول ما شفتها راحت؟ فيها شيء؟ خليني اروح اشوفها. يلا 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 بسرعة. دانا شوفيك. دانا دانا شوفي شو تخبين. ولا شيء ولا شيء. بس وايد عجبني الدراجة. نفسي اجربها وايد حلوة. بس ما في شيء. بسير بتري الدكان. يلا سير سيري وانا بسير وياك. يلا سير انا بسير وياك وراك. يلا روحي. اكيد اكيد ما تخبين شيء. هي هي متأكدة؟ هي زودك يلا روحي. خلاص اوكي يلا مع السلامة بروح. يلا يلا انا بجي بعدين. تعالي تعالي يلا بسرعة تعالي تعالي يلا. شكرا شكرا يا دانا ساعدتيني. هذه لولو تسوي نفسها ذكية الحمد لله. لا تخافي لا تخافي. أنا بخبيك مكان ثاني وهالمكان أمان ما حد بيشوفك. ولا تخافين هني ما حد بيشوفك. شكرا شكرا يا دانا. هذا هذا ليلى المكان. لا لحظة بس نجود وهي هني ونجود دايما في التانة. بسرعة اتخبر كل شيء لأمي. بس كيف اخليهم يروحون؟ لحظة يا ليلى خليك هني. انا بروح عند نجود وهي. اوكي خليك هني خليهم يروحون. هيا هيا ونجود ماما تناديكم. روحوا روحوا بسرعة. ماما تقول لكم شيء وايد مهم. يلا روحوا. اوكي يلا نجود يلا روحوا. ليلى 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 روحوا روحوا يلا بسرعة قبل ما احد يجي. شكرا 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 يا دانا ساعدتيني وايد والله. هي لا تخافين انا بساعدك. بس صح انت شو سويتي؟ ها ما اقدر اقول. بس ساعديني الله يخليك بسرعه ما اريد حد يشوفني. شو هذا؟ اعلان هذه سراقه موجوده في مدينه ثوار بناتي. خبر لولو شو صار يا فطام؟ قولي بسرعة خوفتيني. اعلان اشوف هذه السراقة موجودة في مدينة سوالف بناتي. شفتوها؟ هذه تراها سرقت وهي موجودة في مدينة سوالف بناتي. هل شفتوها؟ انا ابدا ما اشوفها. ما حد شاف. شو رايكم نساعد الشرطة ونبحث عن هذه السراقة؟ لا 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 لا
لا لا لا لا، أول ما بنشوفها بنتصل في الشرطة، أوكي؟ أوكي. يلا خلونا نكمل. اتخبي هني، المكان هني آمن. أوكي حبيبتي دانا، شكراً لك حبيبتي. خليك هني، أنا بروح وبرجع. أوكي أوكي حبيبتي. يلا باي. أول مرة أشوف وحدة أخدعها بسرعة. يحليلها شادة حيلها وياي وقاعدة تخبيني، ما تعرف إني أنا حرامية. هاي يا متابعين، لا تسوون حق سوالف بناتي لايك. اللي ما يحب سوالف بناتي لا يسوي لهم لايك، أوكي؟ أوه دانا دانا، شفتي هالشخصية؟ ها؟ أي وحدة؟ هذه هذه ما تشوفينها؟ اللي في الصورة ترى هذه سراقة، نحن حابين نساعد الشرطة. شو يقولون؟ أوه لولو معاها صورتي، خلاص انكشفت. أحسن أحسن آخذ حلوياتي وأهرب الحين. مع السلامة يا دانا، أنا قصيت عليك يا دانا، باي. شو؟ سراقة؟ هي سراقة. هي سراقة. هي سراقة. ها؟ وين راحت؟ ها؟ هذه هذه الحرامية. دانا ليش كنتي معها؟ خلوني نلحقها. ها؟ نلحقها؟ خلاص هربت. دانا ليش كنتي معاها؟ هي صحيح دانا، انت ليش كنتي وياها؟ صراحة انا ساعدتها، كنت احسبها انها طيبة يا لولو. انا مصدومة، انت كيف تساعدين شخص غريب وما تعرفين شو اسراره؟ كنت احسبها يا لولو انها طيبة. يا دانا وانتو بعد يا اصدقائي، الطيبة لا تجعل الناس الغرباء يستغلوننا. كونوا على فطنة وذكاء في التعامل مع الناس ودمتم بخير. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، لا تنسون تتابعوني انستغرام وتيك توك وسناب شات. باي، نحبكم. ضيفونا سناب نصور فيه يومياتنا وحياتنا. ضيفونا نحبكم. مع السلامة. إن شاء الله تكوني شطورة في المسرحية، إن شاء الله تكوني شطورة في المسرحية وتكونين أحلى وحدة. لا لحظة، بعد شعرك أي شطورة؟ وقبل ما نبدأ هذا الفيديو وصلنا مليون لايك، ويلا نبدأ. بنات بنات بخبركم شيء. شو يا فطامي؟ بخبركم شي حلو، اختاروني اكون مقدمة الحفلة. حلو يا فطامي، انت شطورة. مقدمة الحفلة؟ الله مبروك يا فطامي، انت شطورة. مبروك مبروك. واو حلو. ليش اختارون فطامي؟ أنا أصلاً أشطر منها. ليش أختارون فطامي؟ أنا أذكى وأشطر منها. يختارونها يختارونها كل يوم فطامي فطامي. صح هي أنيقة بس أنا أحسن عنها. عندي فكرة، ما في غير ليلى تساعدني. أوه هذه ليلى. ليلى 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 ليلى، ممكن تساعديني؟ ها شو عندك يا دانا؟ يا ليلى، لو الشخص ما تحبينه تريدينه يتفشل، شو بتسوين؟ سهلة، وبما اني خبرة في تخريب حياة الناس بقول لك طريقتي. خربي أهم شيء عنده. كيف يعني؟ عاد يعني كيف ما أقدر أزيد، هذه أسرار المهنة وما أقدر أقول لك كل شيء،
يلا اتصرفي انتي. على السلامة، انا عندي شغل، المديرة بتعصب علي اذا ما خلصت الزرع. يلا روحي من عندي. ها؟ اوكي لازم اتصرف. بتشوفيني يا فطامي. فطامي بكرة شو تلبسين؟ فستان حفلة المدرسة. فستان وردي. فستان وردي، هذا اللي تقصده ليلى. الله على لبس فستان حلو. شو رايك في الفستان؟ فطامي فطامي شكلك حلو. انتي حلوة يا فطامي. شكرا على كلام الحلو. فطامي بس وقت شعرك وايد حلو. ماما فطامي انت شاطرة، يا رب تكونين شطورة في المسرح. يا رب يا رب. شكرا يا هيا. مستانسة على الفستان، شكلها وايد حلو. ليش مختاروني اني انا مقدمة الحفلة؟ بس شوفوا شو جبت، بنتقم منها الحين. وبعد هذا مرحبا بكم تشوفونه، هذا الشيء هذا الشيء، بس هذا الحين بوسخ ملابسها. يلا يا فطامي تعالي الباص ينتظرنا، لا تتأخرين. إن شاء الله اليوم تكونين شاطرة وانت تتكلمين على المسرح. إن شاء الله يا مس. يلا فطامي مع السلامة. بسرعة بتروح. ما يفتح ما راح انسي اكيد. بسرعة بلحقها. إن شاء الله تكوني شطورة في المسرحية. إن شاء الله تكوني شطورة في المسرحية وتكونين أحلى وحدة، وإن شاء الله تكوني أنت جميلة. لبسك وايد حلو اليوم. شكرا دانا أنا أحبك. بعد شعرك. لا لحظة، بعد شعرك. أيوة شطورة كيوتة كيوتة أنت. خلي أصب شوية من هني فوق. شكلي اذا انت تحبيني. انت اصلا جميله وايد احبك. يلا باي باي. كيوتة. مس انا جاهزه. يلا يا فطامي. فطامي. نعم مس. شو هذا يا فطامي؟ ليش انت وسخه ومو مرتبه؟ انت يا فطامي بصراحه لا تزعلين مني، بس ما تصلحين تقدمين الحفله. ليش؟ لأن في حضور من شخصيات مهمة. سامحيني يا بنتي، أنا بختار طالبة ثانية. تستاهل أحسن. ليش يا مس؟ يا فطامي، ما شفتي شكلك في المرايا قبل تين؟ المس ما رح تاخذها. ليش يا مس؟ أمي وجدت المريضة جايين. أرجوك يا مس أنا متحمسة. جدتها مريضة وأمها جاية؟ يا بنتي فطامي سامحيني ما أقدر، والباص يتريانا ما أقدر أتأخر. خلاص بخلي زميلتك الثانية، وإن شاء الله المرة الثانية تكونين أحسن وأفضل حبيبتي. لا لا يا فطامي سامحيني. أول مرة أشوف فطامي تبكي شي زعلتني. شكلي.
أنا كذي مين وثقني؟ ليش ما بروح حفلة أمي الإعلان بعد؟ والله ما يقدروني، والله ما يقدروني. ماما بتزعل. لازم أعتذر لها، ما أقدر أتحمل. طامي أنا أسفة. أنا أسف، سامحيني. أعمال الحسد والحقد، ما كنت أعرف إني بضرك شيء، بس كنت مقهورة منك. فطامي أنا أسفة، لا تبكين. فطامي أنا أسفة. ما بسامحك يا حسودة. فطامي لا تعالي، فطامي. يا ربي فطامي. يا أصدقائي، الحسد من أكثر الصفات اللي تسبب القهر للآخرين، وقد يتحطم شعورهم وينتهي مستقبلهم. إيه رأيكم هذا الفيديو؟ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعوا انستغرام وتيك توك وسناب شات. باي.